العوافي. المثل بيقول إن لم تستحي فافعل ما شئت، ونبيه هيك شال جلدي من تحت وحطه من فوق. الخجل مش موجود بقاموسه. طالع يخبرنا إنه الانهيار قرب وهو المسؤول الأول عن كل مصايبنا. لك يا نبيه ما تستخف بعقولنا، ذاكرتنا مش ضعيفة، مش كل لبناني شيعي وغير شيعي بيعرف إنك أنت مايسترو النهب والسرقات والفساد والصفقات المشبوهة واللي بقيوا عنك لهفتهم الرنوتك. كل لبناني بيعرف انك رئيس عصابة الترويكا من 13 تشرين 1990، ومغارة علي بابا وزارة المال اللي كانت شغلتها تأمين السيولة وغرق البلد بالديون لتمويل صفقاتكم. ليك نبيه، من 90 لليوم ليش ما تعين وزير مالية مش تابع للترويكا؟ يمكن باستثناء مرة واحدة بأول سنتين من عهد الرئيس لحود. وشو بالنسبة للصناديق والمجالس وهيدي اللي خلقتوها وجنبتوها الرقابة والمحاسبة؟ هيدي الصناديق إذا بتتذكر أنت ورفيق الحريري 16 صندوق اللي فرخوا على كعاب الوزارات لحتى ما تمرق ميزانياتهم بالحساب رقم 36 بمصرف لبنان، مش هودي اللي سببوا الانهيار؟ دخلك وين مرجعيتهم؟ نبيه، صار كل نبيه بيعرف إنهم عندك وعند الترويكا. بتحب ننعش لك ذكرتك بالمئة مليار دولار دين وأكتر يا رأس السلطة التشريعية يلي مفروض تحاسب الحكومات والوزراء على مخالفاتهم؟ بتحب نذكر اللبنانية كيف سمح مجلس النواب برئاستك بمخالفة الدستور وتمرير 12 سنة من دون موازنة وقت حساب؟ مش هيدي واجباتك وواجبات المجلس؟ بتحب نذكرك بتقرير ديوان المحاسبة اللي طلع سنة 97 واللي فيه آلاف القرارات اللي مفروض على مجلس النواب والحكومات المتعاقبة إن تنفذ مضمونه؟ مش انتو عصابتك ورا تحريك الشارع ب 17 تشرين بمعركتك مع رئيسة الجمهورية؟ ومش انت طلبت من سعد الاستقالة حتى تحمي شريكك من مسؤولية انهيار البلد والعملة الوطنية؟ مش انتو عصابتك فرضتوا قرار التخلف عن سداد اليورو بوند؟ ولأن بدأ العصابة الانهيار الكامل ضغط لإسقاط حكومة حسام دياب وبعدها تسمية سعد الحريري، وانت تعهدت تتشكل الحكومة خلال أسبوع وطلعت لو فيك مثل العادي، وحليفك حاطت التكليف بجيبته وعم بيدور من بلد لبلد للسياحة. انت ما بدك حكومة، بدك بس تضل السياحة فلتاني لزعرانة. دخلك نبيه، قديش صرتوا مطلعين من تهريب الفيول والمواد الغذائية والأدوية المدعومة عسورية مع نواب شريكك وحليفك سعد؟ تتذكر المرعبة بالشمال بصناديق الخضرة وبكميونات الخضرة كيف بيهرب الفيول والبنزين والمازوت؟ ليك نبيه، أموال الناس وودايعهم مش انت نهبتها من خلال صرف عشوائي لحكومات كنت انت المايسترو فيها؟ يا نبيه، مش انت ورا المضاربة على الليرة ورا منصات الدولار؟ مسخرت العصر انه مسبب الانهيار عم بيحذر من الانهيار. بيكفي دجل وكذب ونفاق، نهايتك صارت قريبة كتير. اكيد عم نحكي عن نهايتك السياسية واقرب مما بتتصور.